بكرة الفصل الدراسي الثاني هيبتدي. كل سنة وكل الطلبة والطالبات طيبين. طبعا الفصل ده بيشمل بعد أجازات نص السنة مختلف المراحل التعليمية. كان لنا لقاء أمل صبري مراسلة النيل، خدت تصريحات من وزير التعليم الدكتور طارق شوقي النهاردة، قال فيه أن الوزارة انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلبة والطالبات في كافة المراحل للبدء في النصف الثاني من العام الدراسي. وطبعا النصف الثاني ده بيبقى مهم جدا لأنه بيبقى فيه طبعا امتحانات آخر السنة، وفي ضوء كمان الإصلاحات الخاصة في منظومة التعليم. تعالوا نسمع دكتور طارق شوقي قال إيه لمراسلتنا أمل صبري. احنا ماشيين بنظام شديد، والترم الثاني سواء النظام الجديد الترم الثاني منه هيبدا بالكتب الجديده اللي اوريدي بتتوزع. طبعا سنوات النقل كلها بتكمل النظام القديم. الصف الاول الثانوي هنوزع التابلت ان شاء الله بدءا من يوم الاثنين، وناخدها خطوه خطوه بقى من اول التامين عليها لتشغيلها لتمرينهم عليها، والساده المدرسين بيتمرنوا عليها فعلا. فيعني الخطوات اللي كنا بنتكلم عليها خلاص بقت كلها على الأرض، والمستوى الرفيع لمن هو مهتم بذلك في اللغات. برضو الكتب دي خلصت وهتوزع عليهم الأسبوع ده إن شاء الله في التجريبية والمدارس اللغات والياباني.